لماذا يشعر الرجل بالنعاس مباشرة بعد العلاقة الحميمية؟ أثار السبب وراء ذلك حيرة النساء على الدوام، الأمر الذي تم ربطه من قبل العديد من الخبراء والأطباء بالعديد من العوامل الهرمونية والجسدية المختلفة، وذلك من قبل خبراء الصحة الإنجابية والمتخصصين في العلاقات الحميمية، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الأحيان بحالة من التذمر من قبل النساء اللواتي قد لا يصلن إلى النشوة الجنسية عند ممارسة الجماع، لأنه يشعر الرجل بالنعاس بعد العلاقة الزوجية أو وصوله لمرحلة القذف، حيث قالوا أن السبب يعود إلى العديد من العوامل المختلفة التي تلعب دورا كبيرا في آلية عمل جسم الرجل، وذلك أولا السبب هو إفراز كمية كبيرة من الهرمونات الأندروفين، الأوسيتوسين، الميلاتونين، السيروتانين، التستوستيرون والبرولاكتين. ثانيا الإرهاق الجسدي والجهد البدني، إضافة إلى تثبيط هرمون الدوبامين من قبل هرمون البرولاكتين، وكذلك نضيف إليها الظروف المعتمة في غرفة النوم، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الجماع ثم انخفاضها.